تستغلوا الإله التراثي في جلب الاستثمارات وخلق ما يسمى بالثروة. بطبيعة الحال إقليم تيزنيت إن صح التعبير وهو إقليم ممتد، إقليم تاريخي بامتياز، من خلال المعاينات، من خلال التحاليل الميدانية التي قمنا بها في هذا الإقليم منذ مدة، لما اشتغلنا على مواد معلمات المغرب التي أتتناها بكثير من القبائل التي تمثل هذا الإقليم، استطعنا أن نستخرج ثلاث أحواض تراثية، سميتها أحواض تراثية، ليست حوضا بما فيه جغرافي ولكن حوض، لأن هناك فواصل بين كل حوض على حدة. الحوض الأول وهو الحوض الأطلنطي الذي تمثله تيزنيت وأحواضها، خاصة الأهداف اسمك السهل، ثم البعاع الساحل، ثم بنعمان إبراهيم وغيرها، ثم الزراف والجاف. الحوض الثاني يمثله حوض أنزي أو حوض إلوتيت. هذا الحوض بطبيعة الحال ثبت قواسم مشتركة بين هذه القبائل التي تكون هذه المنطقة، خاصة أنها إلو كرسموت الجبل، ثم إلو بعقيل، وجزء من إلو سيناء. ثم الحوض الثالث وهو حوض تفراوت، هو حوض غني ومهم جدا بمقابل إذا أخذنا من الاعتبار تنوع تراث قبائلي، خاصة من قبل الأمانوز، أمل، نغشان، ثم أفلاسي وأفلاد وغيرها من القبائل الأخرى تسريف إلى غيرها. فطبيعة الحال إقليم تيزنيت السمة غالبة إذا تبعنا كثيرا في حيثيات وخصوصيات يسجل التنوع والغنى الطبيعي والتراثي لدى قيمة تاريخية وجمالية. ويكفي أن نستحضر هنا دور مكانة قبائل إقليم تيزنيت في تاريخ سوس والجنوب المغربي، وكذلك جاذبية الأوساط الطبيعية لكي نفسر هذا التميز. وبالتالي هذه المكانة للإقليم التاريخية والطبيعية هي التي أفضلت إلى بلورة هذه الألعاب الثلاثة، هي التراث التي نعرفها، هي التراث الطبيعي، ثم التراث المادي، ثم التراث اللامادي، خاصة الثقافي. تيزنيت، إقليم تيزنيت تاريخيا معروف من خلال الإشارات التي رصدناها في المصادر العصور الوسطى، المصادر الوسيطية، تسجل أن هذا الإقليم في تاريخه، خاصة وأن واحد المصطلح يتردد في هذه المصادر، هو مصطلح مهم جدا وهو كلمة جزولة، بلاد جزولة، ومجال عبور بشري وتفاعل بين الشمال والجنوب، مما جعل الإقليم يزخر بمولود ثقافي وحضاري هام متنوع تراكم عبر الفترات التاريخية التي عاشتها المجموعات القبلية التي استوطنت هذه المنطقة. وهذا أفضل طبعا الحال إلى تعدد الروافد. الإقليم الآن إذا أخذناه وفتتنا ودققنا في كثير من أصوله سنجد بأنه متعدد الروافد، في البعد الإفريقي، البعد المغربي، البعد اليهودي، فيها واحد عدد ديال الروافد التي ربما بتجميعها وانصهارها أعطت هذا التميز. ثم أنها منطقة حضري، معبر إثني ثقافي، تعايش الأمازيغ مع العرب عبر التاريخ، وإذا أخذ حتى كلمة الأمازيغ، القبائل الأمازيغية، كانوا يجدوا تفرعات، كتسمعوا مثلا جزولة، لمطة، غدالة، صنهاجة، واحد العدد ديال التفرعات كلها أساسية لفهم هذا الغنى في التراث الثقافي. ثم ميزة أخرى هي ميزة أن إقليم تيزنيت يحتضن قبائل مهمة ووازنة حتى على الصعيد الوطني. يكفي أنه من دروس البلاد تسمع مثلا في مناطق شمال المغرب وحتى في الشرق قبيلة السلام، العقيل، المانوزي، بمعنى قبائل عندها وزن، وهذا الوزن يرتبط بطبيعة الحال مسألة أنها إقليم في
الفجار وكثير من المدن المغربية وحتى في أوروبا وحتى في الجزائر من أصول هذا الإقليم. ثم الميزة الأساسية هو أن الحماية الفرنسية تفطنت إلى هذا الغنى، ومن خلال قراءتنا لبعض الأرشيفات خاصة الأرشيف ديال نانت، الأرشيف الدبلوماسي ديال نانت، وجدنا على أن أولئك الضباط ما يسمى بالزوفيسي ديزافير أنديجير، الضباط الشجاع الذين كانوا يريدون التقارير على هذا، دائما يركزون على هذا الغنى وضرورة الحفاظ عليه، لهذا صارعت الحماية الفرنسية منذ 1932 إلى حماية مجموعة من المواقع في إقليم تيزيد خاصة تيزيد وتفروت، وإذا أخذ 1932 هذا تاريخ متقدم إن صح التعبير، لأنه في التاريخ تم تصنيف جوج المدن في المغرب هي تيزيد وبكناس، ولكن من الحجم ديال الأهمية ديال تيزيد في ذاك الوقت، ثم موقع تفروت بطبيعة الحال التي زارها المقيم العام الفرنسي في سنة 1942. الآن المكونات قبل أن ندخل في التفاصيل، المكونات هذا بعجالة لأنه قمت بجرد كثير من المكونات التراثية في إقليم تيزيد، وبالمناسبة كانت مناسبة تحرير هذا الملف هو اشتغالنا إلى جانب السحنة الصغيرة هو المنسق واحد الكتاب حول الجهة، فربما فعل إلى حد ما الكثير من هذه الأمور. صدقنا هذه المكونات التراثيه الى ربما واحد التصنيف ماشي لا يحترم هذاك التصنيف المعتاد، لان التصنيفات حتى التصنيفات في مجال التراث راه فيها اختلاف ما بين اليونسكو وبعض المؤسسات العلميه في العالم. اذا التراث الطبيعي، المكون، المناظر الطبيعيه، العنصر راه كنعرفوهم، اراضي الدين، يفني عشا، موقع تيكودرن، حوض امن، بعد نابليون، جبل انغسو، رأس الأسد، واحد عدد ديال الأشياء، الغابات والكهوف، ثم كنضعها في مكانها، بمعنى أن نستوطنها في مكانها. وبهذه المناسبة أهيب رؤساء الجماعات أنهم يحملوا هذه المعطيات، لأن المجلس الإقليمي بطبيعة الحال مع المديرية الجهوية للثقافة بصدد ضرورة واحد المشروع ديال جرد هذا التراث بإقليم تيزيد، وسيكون ربما أول مبادرة في أرض الصعيد الوطني تنخرط فيها الجماعات المحلية. الواحات، المكون الثاني الواحات، بطبيعة الحال عندنا الواحات ديال ولاد الجراف، المنصور، الجان، ولاد الغمار، تربان سديد، الغطاء النباتي، بطبيعة الحال اللي كنسجلوا وهذا بشهادة الجميع وبدعاء السيد عميد سعيد كلية العلوم، أن الأساتذة عادة لا يستهدفون إقليم تيزميت بالنسبة للخرجات، الخرجات التي يعطونها بالنسبة للباحثين على مستوى الإجازة والدكتوراه، عادة ما يختارون إقليم تيزميت لأن فيه واحد الغنى، الغنى من شجرة الألبان حتى الزبني، بمعنى كاين واحد الغنى في النباتات، النباتات العطرية والطبية التي تؤتي سفوح الجبال ذو عقيل وغيرها من الجبال المنطقة. ثم الوحش بطبيعة الحيوانات خاصة لما نسجلوا مسألة ديال الطائرة والمنجم، ثم الغزال، واحد العدد ديال الحيوانات التي تحميها الدولة من خلال مجموعة من القوانين. الجانب المائي، التراث المائي، عندنا سد يوسف الدشافين، أن يعتبر بمثابة واحد حوض مائي تراثي مهم جدا. ثم العين الزرقاء بالنسبة لتيزميت التي تمت التفات إليها من خلال واحد التهيئة التي ربما أخذت حدة جديدة بعد ذلك، وتأسيس الوساكات والأساكا، علم الأعمال، متبوقات، علم الأجبار وغيرها من العيون التي ربما حتى بعض المغارات، بعض البحيرات التي ربما لم تكتشف بعد خاصة في منطقة الميتقة بإقليم تيزميت. المواقع التاريخية سأعرج عليه بسرعة لأن الوقت لا يسمح، عن المخازن الجماعية الجدد التي تعتبر بمثابة مؤسسات التخزين، مؤسسات تدبيرية في لحظات الأزمة والندرة، وعندنا واحد الأعداد ديال الجدد في إقليم تيزميت وهي في حاجة إلى الترميم والتتميم. ثم القصبة القرونية بالنسبة لتيزميت التي نشتغل الآن من أجل تهيئة
حقوله تاريخيه هي هو موقع قوسان او قوسان في جامعه انزي الذي كانت تسبق فيه واحد العمله مشهوره في تاريخ المغرب عند المدينه اسمها درهم الكتاني او الكتاني. ثم المشاهد الزراعيه وتنظيم المجال المدرجات الزراعيه مسألة ديال الدراسة، خص مسألة ديال الضعف ديال الوعي السكان
نعالجوه بمسألة استهداف الناشئة، استهداف التلاميذ في مبادئ وفي مثلا إقحام هذا المنبوذ التراثي فيما يسمى بالشأن المحلي، حتى نتمكن من استمرار هذه الديمومة، خاصة وأن تمرير الكثير من القيم يجب أن نحرص عليه بشكل أو بآخر. إذا فأختم السيد الرئيس، المشروع الترابي لإقليم تزديد يجب أن يكون في مجال السياحة الثقافية وتثمين التراث الحضاري، وهذا مطلب، هذا استحقاق، ويجب أن يكون واحد المجال للتفاوض والترافع بالنسبة للمنتخبين والبرلمانيين على المستوى الجهوي وعلى مستوى البرلمان، حتى نؤسس لنموذج تنموي يبدأ من الأسفل وتكون عنده قيمة استردادية، بمعنى يعطينا شي حاجة، يعطينا الثروة، يبنى السطور ولكن يعطينا الثروة، ونقوي ما يسمى بالدور الفاعل ويسمى باللوبينج، ويسمى بالضغط، قوى الضغط المحلية خاصة بالجمعيات، وحان الوقت باش نتجاوزوا شوية الخطابات التي ربما نكررها دائما، وأن نقتحم مجال العمل الإجرائي الفعلي. وشكرا لكم. شكرا لكم أستاذ أحمد منصور، وأنتم أغنى الناس هذا الموضوع الغناء بالإقليم تزنيت من حيث الموروث الثقافي والتراث الثقافي. وأنكم اسمحوا لي نفسي بأن أهنئكم صراحة، أنكم كما أعرفكم دائما أردتم أن تتجاوزوا ما أسميناه بالبكاء على الأطلال، فقمتم بجرد. الجرد ليس بالشكل الذي يمكن، ولكن حقيقة بدون جرد قد قبل نهضروا نحن يبقى أن هذا الجرد اللي قام به الأستاذ أحمد بومزقو مفروض في نظره، وهو ضمنيا كان وقد دعا السادة المنتخبين إلى أولا التحسيس بهذا الزخم ديال الغنى ديال المعطيات التراثية والثقافية اللي عندنا، ولكن كذلك كيف نثمنها في إطار السياحة الثقافية. وأعتقد أن السحب المنسول لديه استعداد في هذا الاتجاه باش يواكب هذا الموضوع مع السادة المنتخبين. أعتقد كما سبق لي أن تحدثت معه في هذا الموضوع مرارا وتكرارا، لأنه حقيقة الجرد هي لبنة أساسية بدونها أو غير تنظيم. هو الجرد الذات وهو مكسب لإقليم تزنيت، وحل عدد الأقاليم ما عندهمش الجرد، ما دارش الجرد. أكادير الآن فيه إشكال ديال الجرد، مازال باقي إشكال ديال الجرد، غير تنسيب رأيي، مازال باقي عندهم إشكال ديال الجرد فيما يخص وطاقة كذلك وأقاليم أخرى. تزنيت أن تكون تزنيت سباقة، هذا فيه درس كذلك الأقاليم الأخرى، درس إيجابي في طبيعة الحال، ونتمنى إن شاء الله أنه جيل جروب أخرى على أساس أننا نبنيو عليها. شكرا أستاذكم أحمد منزكو على هذه المداخلة القيمة، وأمر إلى خبير في الشأن التراثي والثقافي، أقصي الأستاذ عبد الخالق المجيدي الذي يحضر معنا، وهو الذي عادة لا يجلس في المكاتب بقدر ما تجده في الميدان، فيتبع نقوش صخرية ويجري خلفها ويتبعها أن كانت، وبالتالي هذا استثناء أنه يجلس الأرض، يعني أنت تعرف دائما لابس منديلة وساكادو وخارج الميدان. شكرا لك على تلبية الدعوة أستاذ.